نطلع على الحباب كالعادة ونجبد الكتاب ومعاكم قاعدة. قصص عائلة سي محمود احنا والفناها بالكرم والجود، كل شي موجود. قصة اليوم فيها مثل كامل نحفظوه، نروحوا مع بعض نشوفوه، والمثل انتوما اللي تجبدوه. يا درا واش هو؟ يلا مع بعض. حمضة تحيلي خطريت كبيرة لقيتها حامضة. أنا نكسب معك، شد أنا مشي كيماتها، البركة برقليل. عندك الصح، البركة برقليل. مبارك مرحبا بك، زارتنا بركة. واش من بركة يا بنتي، واش من بركة ومخلي الباب تاع الدار محلول. تعرفوني من بكري كي نشوف صباحية تحل فمي. لا لا تحلي فم فيهم، مع على بالك شنو تحلي فمك يطيروا سنيك. جيت مع القهوة هذا وين طابت. قولي بغي سقسي محمود راه هنا؟ سي محمود عارفه طبيعه، صباح ربي غدا شي جمال عادي هنا. طحت مليح، طحت مليح هادي. خير ما جابك؟ ها؟ اللي جاي عندي باش نفهمك. شوفي، لقيت واحد الزرد، زرد شابة، بالك تعرفيها، هاديك الزرد مقابلة داركم. أنا قلت نخير أختي تعاوني ونديرو شركة فيها، شا قلتي؟ شوف لا عينك على الدراهم، انا الدراهم دور وما عنديش. بصح كاين حل واحد اخر، نعطيك الذهب تاعي نبيعوه وندخل معاك نصف نص كيما هكا راني قابله. شوفي غادي نقول لك حاجه، فرح اختي مرا غادي نمشي نشوف ذاك نهضر معاه، صح؟
أي يوم يجي وقت الخبر يفرح إن شاء الله. خدام روح نطفي تبرى سينا. أنبل أربح أربح تربح أربح 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 أنا أربح أربح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قولي باين شخصيك. شخصي الحاج بيناتنا تحرك تربح هنا بالميزة الشي اللي كتبوا ربي. أنا لو كنت خدم عندي نخلصك خير منه. اش تقول الحاج اش تقول؟ أنا نعطيك الدوب لأن كنت جي عندي. الحاج خويا إلا راك من نيتك ضروك بدل ونروح معك ضروك ماذا بيا ما نقعد هنا. رحت من بعدنا في الفهم. صيح خويا. الو وي احمد خويا كي راك داير مع الغبينه والميجيريا؟ الحمد لله يا ربي كيما العاده. هاوني دعوه راني ولا احمد خويا يا راني في المدينه هذا برد الحال هذا بحر والخلصه راني لاقي روحي غايه معها وين تبان خلصه تاعنا القديمه. الله يدوم عليك ان شاء الله. هيا صح خويا صح. يا صاحبي انت ميجيريتك وانت ميجيريا وي شغيب. مرحبا بك هواري هواري. شوف سي الهواري هنا عند سي محمود يبغي الراجل يكون خدام وقافز نزيدك بحاجه من عندي. مع سي محمود عمرك لا تحقر يعامل الخدام كيما ولاده وهذه يديها من عندي. الله يبارك الله يبارك. طامع في سي رحمون كل طامع في الموت هو عود مطلية بالصابون كي تحكمها بالقلة طمع خطر الطمع. شكون بار بار المحل هنا؟ هنا مبارك تفضل. لا معليش معك محضر أعضائنا. هذه راه عندك هنايا كريدي تاع ليزام عندك 10 ايام ديري فيه ما تخلصش وفوتك العذاب. راك شاري المحل بيه بالكريدي تاع ليزام راه كلشي راه في اسمك انت وشريكتك حايل. لك اول يوم لك اول يوم وصلت روحي يا قادر ما قادر. وصلت روحي يا كل شيء ضاع كل شيء راح على الهوى. you
سالم ما طولت بالخف وليت شا نقول وشا نهضر بين ولي عادتي محمود اللي كنت عنده سالم يا ول بركة فرق الليل هذه الكلمة انت قلتها لي واليوم نعاودها لك سي محمود راه جاب واحد في بلاستك وزيدك حاجة ديرها مليح في راسك يا طمع خسر الطبع طمع يخسر طبع هذا هو المثل اللي كامل نعرفوه ايه يا سالم من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر هذه هي حكاية اليوم فيها عبرة كبيرة نتاقضوا منها وهذه غير حكاية بالكتاب ما زالوا حكايات نزيدوا نشوفوا واحدة أخرى غدوة سلام